أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يلزم أن يكون العالم كبيرا في السن؟ لا يلزم أن يكون العالم كبيرا في السن، قد يمن الله بالعلم على الصغار كما حصل لشباب الصحابة، منهم ابن عباس ومعاذ بن جبل وابن الزبير ولكن لا شك أنه أن كبير السن العالم كبير السن يكون أثبت من الصغير. وأما مسألة حصول العلم فقد يحصل للصغير، ولكن كبار السن من العلماء يكونون أثبت في هذا الأمر وأرسخ في هذا الأمر، فالرجوع إليهم أحسن من الرجوع إلى الأصاغر، والتعلم على أيديهم أحسن من التعلم على الأصاغر. نعم.